الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج التفكير والتغيير، كما نرحب بضيف البرنامج الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. نواصل أيها الإخوة المشاهدون موضوع الحلقة السابقة، وكانت حول قضية زي المرأة المسلمة، الحجاب، الثياب، الجلابيب، الخمر، كلها كلمات قرآنية. بدأ ضيفنا ببعض النقاط وبعض المفاهيم، وقال في مقدمته أنه لم يجد بين كلمات التنزيل الحكيم ألفاظ الشرف، المروءة، العرض، النخوة، الشهامة. هذه هي النقطة الأولى التي ابتدأ بها. والنقطة الثانية أنه لم يجد كلمة الفتنة، والتي تكررت كثيرا في التنزيل الحكيم، لم يجدها مقترنة ولا لمرة واحدة مع المرأة. المرأة لم تقترن مع الفتنة، والفتنة لم تقترن مع المرأة في القرآن الكريم، هكذا قال الدكتور محمد شحرور. والنقطة الثالثة أن مفهوم العورة بحسب القرآن الكريم ليس كما يعرفه الناس، واستشهد لذلك بآيتين. بعض هذه الآية، النور 58، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، إلى آخر الآية. والآية الثانية من سورة الأحزاب، الآية 13: ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه النقاط الثلاث بدأ بها دكتور محمد شحرور بحثه حول زي المرأة المسلمة، حول حجاب المرأة المسلمة، ونستأنف ونواصل حوارنا معه اليوم حول الموضوع نفسه. دكتور، لن نجادل فيما قلت سابقا، إنما سنتابع هذا البحث نظرا لتشعباته ومحاوره الكثيرة. من أين تريد أن تبدأ؟ أريد أن أتنم حتى أصل إلى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يجب أن أعرج على كيف ورد الحجاب في المصحف، المتاع في المصحف، والزينة في المصحف. نعم. أولا، الحجاب ورد في التنزيل الحجاب بمعنيين. المعنى الأول الحجاب المعرفي، هناك حجاب معرفي في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أن هنا الحجاب ليس حجاب رؤية أو نظر، حجاب. نعم. والذين لا يؤمنه عليه وعليهم عما وفي آذانهم وقرا. نعم. يعني هذا الحجاب المعرفي. في الحجاب الرؤية النظر، ورد في مكانين بالتنزيل. المكان الأول عن زوجات الرسول الأعظم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. الحجاب هنا حجاب النظر، حجاب مكاني للرؤية. نعم. والحجاب الثاني تماما ورد: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والحجاب هنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك قال: لن تراني، فسمع صوتا ولم ير شيئا. نعم. لذا قال: وكلم الله موسى تكليما. فلما آتاه نودي: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا بتلاحظوا بالوحي أو من وراء الحجاب، وبالمتاع فاسألوهم من وراء الحجاب، بنفس التعبير هو حجاب الرؤية تماما هنا. دكتور، القاسم المشترك بين التعريفات الثلاث التي ذكرت هو الحجب، هو معرفي أو حجب. نعم. الرؤية. هو الستر والحاجز والحجب. نعم. وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلهم بسمائهم، ونادى أصحاب الجنة أن السلام عليكم لا يدخلوها آمين. هل هذه الكلمات هي إما ستر معرفي أو ستر رؤية نظر؟ نعم. كلاهما يعني الستر، بس ليس نوع واحد من أنواع الستر، هنا أكثر من نوع. هذا ناحية. الناحية الثانية، وبالتالي مفهوم كلمة على اللباس، مفهوم الحجاب استعمل استعمال ليس كما ينبغي، استعمل حجاب المرأة.
تقصد ليس كما ورد في التنزيل ليس الحكيم كما ينبغي. نعم كيف ليس كما ورد وليكن سترا، يعني أين المشكلة؟ يعني ما في مشكلة، بس أنا أقول أنا أشرح كيف ورد الحجاب في التنزيل. نعم. لا أكثر. الآن مفهوم الزينة والمتاع، ربط في الذاكرة الجمعية العربية أن المرأة متاع، يعني كمان في أن المرأة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، بينما المتاع والزينة ربطوا ببعض. نشوف الزينة والمتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع. نعم. إذن ربط بين الزينة والمتاع، والمتاع كله أشياء، والزينة كلها متاع، بس لكن الزينة ليست متاعا فقط. تقصد أن هذه الفكرة تشيئ المرأة، تجعلها شيئا، تجعل شيئا مع البهائم ومع الحلي ومع، يعني كما لو أن المرأة شيء ولكنها شيء ثمين، هذا في أحسن الأحوال إنها شيء ولكن ثمين، والشيء الثمين يحرص عليه ويخبك السيارة والحلي لا أكثر، ولكن الشيء الثمين ليس له إرادة. يعني إذا هذا المفهوم يسلب المرأة إرادتها، هذا كافي، أي أنها البهيمة كمان فاقدة الإرادة مو أكثر. فالزينة نوعان، زينة الأشياء هل هي المتاع، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، زينة الأشياء وزينة الأماكن. زينة الأشياء في الجنة لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يدعون. زينة الأماكن جنات ترجي من تحتها الأنهار، جنتان مدهامتان وذواتا أفنان. إذن في عنا نوعين من الزينة، زينة الأشياء وزينة الأماكن. لذا قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض وزخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، زينت في الأشياء وفي الأماكن. تقصد زينة مكانية وزينة إضافية؟ لا، زينة الأشياء مثلا سيارات، الديكور، كذا أشياء، يعني مثل ما قال نعم، الشيء يستفاد به. نعم. مثلا النساء والبنين والقناطير، وشرحت الآية كلها متاعي. نعم. حاجات. وهناك زينة الأماكن، يعني مثلا سنتر بيروت يعني كذا، والجبال بتلاقي هون مثلا 1000 متر مربع وهناك 1000 متر مربع، مو نفس السعر. نعم. يعني زينة الأماكن أصبحت أمر عام في الدنيا كلها. نعم. ما القصد من هذه المقدمة يعني للزينة؟ لكان لأنه وقل للمئات يغضضن من ولا يبدين زينتهم، ولا يبدين زينتهم حتى يكون الإخوة المشاهدون يعني، يعني ليش عم تشرح الزينة يعني؟ نعم، لأن هناك آية الزينة. نعم. تحدد. أنا أقول الزينة نوعان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عميك على زينة الأشياء اللبس والكذا والطيب. نعم. بينما وقت عميك على زينة المرأة، عميك على زينة الأماكن. ما الدليل؟ هلا راح اشرح لك. نعم. يعني كله انا عم نعم. ربما انا استبق نظرا لأهمية ودقة يعني الموضوع. يعني هلا انا اخذت انه زينة نوعان، اشياء واماكن. من المصحف في عندي المتاع، هي اشياء، علاقة بين المرأة والمتاع لا يوجد في المصحف. هيئ لهم ان هناك علاقة بين المرأة والمتاع من آية آل عمران، النساء وذلك متاع الحياة الدنيا، هذه العلاقة لها علاقة في الأشياء فقط، غير عاقل. نستطيع أن نقول أن هذه دعامة أخرى من دعائم فقه المرأة الذي عرضته في كتابه؟ طبعا لأن أنا عم بشرح وين الالتباس عم يصل. نعم. كيف بنيت فكرتك؟ نعم. طابقا. نعم. تلو الطابق. نعم. نعم. الآن نجي لآية، الآية اللي قالوا عنها فرائض، آية المرء اللباس، هذه بسورة النور، الآية 30 و31 بسورة النور. الآية 30 بتقول، عفوا، سورة النور بتقول سورة أنزلناها وفرضناها. قالوا أنها فرائض، وفي حلقة سابقة قلت أن الفريضة نوعان، فريضة لنا أو فريضة علينا. عندما لا يرد لنا أو علينا، لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إن الذي فرض عليك القرآن. نعم. فالفريضة عطاء، لنا عطاء، وفريضة علينا تكليف، تكليف وواجب. فهنا قال فرضناها، معناتها فيها الاثنان معا، كالزكاة فريضة على المعطي وفريضة للآخذ. نعم، واضح. نعم.
جاء اللباس، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أدنى لهم، يعني ذلك أزكى، لا تفوزوا ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. هون الخطاب للمؤمنين، نعم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كونه كان قل، فمعناتها هذه ليست هي من الأحكام، لأنه كل آية أول أقول ما هي من اللوح المحفوظ، ليست من الأحكام، كلا لا هي من الأحكام، هي من الأحكام، نعم، وليست من القرآن أصلي، ليست من المتشابهات أصلي، ليست من المتشابهات بدلالة قل فقط. نعم، هلا بقول لك اللي ليش الآيات اللي فيها قل شو معناتها، لا وضع خاص، أنا قوانين ثابتة لا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، من ماذا؟ يعني هنا قال يحفظوا فروجهم من الزنا. يا سيدي الفاضل، هون عم يحكي على البصر، البصر هاد يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم من الإبصار، من أن تبصر، بقرينة الأبصار، بقرينة الأبصار، لأنه عم يحكي على الإبصار، على البصر، أنت تفهمها كذا، نعم، بقرينة البصر، لأنه لو أراد الزنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ما في إبصار هناك، وإن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هناك الفاحشة أو الزنا، هناك الفاحشة، هنا النظر، حفظ الفرج من البصر، من أن يبصر، إذن الستر والحد. ولكن هذا هو الحد الأدنى للرجل، هنا رأس المشكلة، هنا رأس المشكلة، يعني حد عم يعطينا رب العالمين قاعدة لكل أهل الأرض، تريد أن تخضع أيضا زي المرأة ولباس المرأة أو المؤمنين حدودي. والمؤمنات هو حدودي. إلى الحدود، هو أصل هو حدودي، ولكن هنا يعطي الحد الأدنى مو الحد الأعلى، يعني أنه أدنى من هيك ما بصير، جميل. هذا الحد الأدنى، جميل، يعني مو الحد الأدنى يعني تطلع بالطريق، يعني الحد الأدنى من اللباس الواحد يروح على المسبح، شو بيلبس بالمدفع. ما يناسب السباحة والماء، لا ما هي من السرة إلى مايو، هناك لا سرة ولا ركبة، مايو سباحة ليقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا ما ذكر في كتابك، وهذا بالمسبح، وأثار جدلا كبيرا حول هذه الفكرة. 90% من أهل الأرض بيطلعوا على المسبح يكبروا، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ هاي فطرة الناس، موضوعنا المؤمنون وموضوعنا شرع الله وموضوعنا أحكام رب العالمين، عطانا الحد الأدنى، أنت بدك تزيد عليه زيد يا أخي، نستمع، يعني الحد الأعلى مين بيحدده؟ البيئة والأعراف والتقاليد شغلة، يعني بيشغل فيه 100 احتمال 100 تقييد، بس الحد الأدنى لابد من استكمال الفكرة حتى نستطيع أن نحكم الحد الأدنى، نعم والحد الأدنى له علاقة كثير بالتربية، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، والصناعة هي نتاج عمل أو نتاج تربية، قوله تعالى وصنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، هو مو نتاج، وصنع لحلك بعيوننا ووحينا، الصنع فيه تدخل ولتصنع على عيني، نعم، وفي والله عليمهم بما تصنعون، في بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون، فألبسهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هون بنتاج عملهم، نعم، فهون عم يحكي إنه هاي عملية تربوية بحتة بأنواع اللباس كلها، وبنفس الوقت اللباس له علاقة بشيء كتير مهم بمستوى الإنتاج تبع الأقمشة، يعني مستوى انتاج القرن السابع ومستوى انتاج القرن العشرين والواحد والعشرين بيختلفوا كثير عن بعضهم بنوع الاقمشه ومستوى الاقمشه ومستوى الخياطه والامور هي كلها، لا ننكر ذلك، ولكن يعني يلفتني امر مهم، يعني هذه المرجعيه الماديه الا تجد فيها غضاضه وحرج؟ يعني دائما العالم يا سيدي الفاضي العالم مادي، الدكتور محمد شحرور دائما مرجعيته نحن في حياتنا الواقعيه الماديه، انا قلت ما يلي، الإنسان النفس الإنسانية لها ثلاث مركبات، المركبة الأولى هي البيولوجيا التي تموت لا خلايا، والمركبة الثانية المعرفة، والمركبة الثالثة القيم، هذول مع بعض هذه هي النفس الإنسانية، البيولوجيا والمعرفة والقيم، هذول الثلاثة بيأدوا لنفس الإنسانية تتخذ قرار، المركب الإنساني تتخذ قرار، نعم، هلا المعرفة بتعطيك مستوى الإنتاج، المستوى بتعطيك شو تلبس، وين حدودك باللبس،
شو تلبس وشو ما تلبس، هي المدخل بتعطيك يعني. نعم، والأولى البيولوجية، البيولوجية بتعطيك أنه برد ولا حر. شكرا لك دكتور، سنتابع الفكرة. يعني نعم. يا بعد توقف قصير. نعم سنتابع هذه الفكرة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل حوارنا مع الدكتور محمد شحرور، ابقوا معنا. مرحبا بكم ثانية أعزائي المشاهدين، نعود إلى حوارنا مع الدكتور محمد شحرور حول زي المرأة المسلمة، حول حجاب المرأة المسلمة، المرأة والثياب. دكتور، كنت تشرح عن الزينة. نعم. وقلت أن الزينة تعني معنيين. نعم. معنى مكاني ومعنى شيئي، أو معنى متأصل في الشيء ومعنى خارجي، هكذا فهمنا مما شرحت. نعم. الزينة إما متاع أشياء. نعم. وإما أماكن. لاحظ في آية الزينة وقت تكلم عن وقل الرجال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هاي زينة أماكن، هاي أحلى أماكن عندك. نعم. أنه هذا الفريضة علينا أنه نحفظ الفرج بالأحرى. يعني الفتنة هنا يعني، ولو أنك لا توافق على اللفظة. نعم. نعم. فريضة علينا هي الحد الأدنى، أخذتها من بداية سورة النور. نعم. من فريضة علينا النور، يعني فريض علي وفريضة لنا الباقي. شفت شو قديش يعني فريضة لنا الباقي، انه انت تحت الحد الأدنى فوق وانت حر. نعم. يعني هي هذا لك متروك رأيك. الآن كل المؤمنات يغضبن، لا وزل عم يحكي على الإبصار كله. نعم. ما هي آيات الزينة، آيات على الإبصار، مو آيات النكاح والزنا، لا أبدا. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كمان نفس الشيء، غض البصر وحفظ الفرج. غض البصر، انتبه، فعل الغضة كتير لطيف، يعني بتقول لك فلان غصن غض، فلان غض ما زال طري، يغضوا من أبصارهم يعني بدون غلاظة. يعني إذا كان أنت شفت إنسان بوضع ما بدك، ما بيحب تشوفه، مو تعمل هيك وتكشر لا تترك في نفسي غضاضة. إيه يعني اعمل حالك مش شايفه، يعني جاهله وبس. تفهمها يعني نوع من التهذيب والرقي جدا، يعني كلمة غضة تدل على شيء مهذب، على شيء لطيف جدا، لا تدل على شيء فظ. أغضى فيها معنى أطرق قليلا. نعم. يعني نعم. يعني اعمل حالك مش شايف. في كتابك علقت على من أبصارهم، مو كله يغضوا من أبصارهم، لأنه فيه يقول ما في داعي تغض بصرك عنا من ساعة. ويحفظنا فروجهن من إيش؟ من الإبصار، من الإبصار كما حتى قلت. على بعليها، لاحظ، استثنى الفرج رأسا مثل ما الرجال استثنى الفرج، هنا بالمرأة أضاف له شيء، أضاف. هلا زينة الرجل عم يحكي زينة الرجل، مرة عم يحكي، ما عم يتكلم عن متاع، مو عن اشياء، عم يتكلم في الرجل والمرأة. ويغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا مكان عم يتكلم عن جسم الانسان، عن جسم الانسان. هلا قال لك المرأة جسمها كله في نوع من الزينة، وهذه الزينة لا تظهر الا في الجيوب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا، اول شيء ما ظهر منها. لان مرتين. نعم. ولا يبدين زينتهن مرتين. نعم. اتت في ايه واحده. زينه الاولى هي جيوبها التي في الوجه. الله خلق الوجه الانسان ظاهر ولا مخبى؟ ظاهر. شوف الجيوب، العين، العين، عيون، هي جمال الوجه. هل تعرف لنا الجيوب قبل ان تشرحها؟ الجيوب هي عباره عن تأويرة فتحتين الطرفين، هذا الجيب. شق له طرفان في كتابك. نعم. شق نعم. له طرفان. نعم. هلا بقول لك يا أخي، تقول لك شو ماذا قال لموسى؟ واسلك يدك في جيبك. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم إليك جناحك من الرهب. اسلك يدك في جيبك واضمم إليك جناحك. هاي شو جيب موسى؟ هذا يعني جيبة بنطرون يعني؟ الجيب هو تحت باطو، دخل جيبته تحت باطو، عمل هيك، هذا جيب. نعم. شو في هذا الجيب؟ تنتين. انت رأيت الصورة متكاملة وضمم. لأنه قال جيب عنه. نعم. لأنه المصحف وقت عم يقصد الجيب
بتحز الجيوب كلها هي فعلا مكان من المرأة. أول شيء جيوب الظاهرة الخلق، مو ظاهرة أن والله جسمها ظاهر، وجهها ظاهر، هويتها وجهها، بس جمال وجهها بالجيوب. نحن عند الوقفة القرآنية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بالخلق شو ظهر بالجيوب؟ الإبداء الأول. نعم، الوجه، جيوب الوجه. شوف جيوب الوجه أصلا جمال الوجه بإيش جاي؟ هدول ودقنا تما خلق الوجه أصلا فيه كثير من الجيوب. بالضبط، هاي الجيوب إلا ما ظهر منها، مو هي إنه تظهر ولا ما تظهر، رب العالمين أظهرها بالخلق، بالخلق ظهرها. بينما المرأة، هل المرأة تمشي هيك رافعة إيديها ولا تمشي مرخية إيديها؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شوف المرأة العربية وقت إجت هذه الآية كثير واضحة بالنسبة لها، بس اللي تشتغلوا بالفقه أساءوا هذا الكلام. المرأة العربية إذا كان أنت لابس حذاء، لابس وخالص، قلت لك البيس حذاء، تلبس حذاء ثاني يعني؟ لا، يفهم انه هذا الشيء محقق يعني. محقق. هلا وقت قال له يضربنا بخمورهن على جيوبنا، هلا بدي احكي لباس المرأة العربية ليش هيك صار وليش هذا، هلا بدي احكي فيه. الفهم المباشر يدل على ان جيوب كانت ظاهرة حتى سترها الله في الآية. في الآية. طيب تحت باطن المرأة العربية كان ظاهر ولا مخبى؟ ما نعرفه عن العصر التاريخي كان مستور، كان وسترة، كان إلى فتحة صدر، وقت طخي كانت تظهر. هناك روايات تقول أنها نعم. قالوا جيوب هو فتحة الصدر. نعم، لأنه هي كانت صغرة، وهي من الجيوب المخفية تحت صدرها، وهي هي الجيوب أنه هي مخفية مو ظاهرة، فهي جيب تحت باطة مخبى. شو تخبي مرة ثانية يعني؟ فكل الجيوب مخباية، واستثنى من الجيوبها، استثنى من الجيوب الفرش، قالوا الفرش على لوحده، حتى على بعلى ما بصير، انتبه حتى على بعلى. دكتور، الآن نحن وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، إذا اتسع صدرك لنقل ملاحظة، كل ما أثير حول كتابك من نقد وانتقاد ربما كان في هذه النقطة. طبعا. تعريف الدكتور محمد شحرور للجيوب. نعم. لأن كثير من الناس لم يعتد أن على هذا التعريف. تعريف الجيوب يحتاج إلى تدقيق كثير جدا يعني جدا جدا، لأن الأمر في غاية الخطورة الشرعية. أنا أريد منهم أن يروني ماذا فعل موسى عندما قال له أشتك يدك في جيبك، قالوا لي بس شو سوى، قالوا لي أعمل لي هيك، طيب أعمل لي أي جيب، أنا عن مصحف عم بمشي، هذا جيب اسمه. هلأ الجيوب ما ظهر منها، جمال المرأة مكاني، لسبب قلت لك الزينة مكانين. نعم. إما شيئية أو مكانية، هنا يتكلم عن الزينة الخلقية البحتة، مو الشيئية، الخلقية. الزينة الظاهرة هي الوجه، هي هوية المرأة كإنساني، هوية. الوجه متفق عليه يعني، هاي ظاهرة متفق أنه يجب أن يظهر. الجيوب المخفية، من الجيوب المخفية استثنى رأسا الفرش مباشرة، ذكروا صراحة قالوا هذا على طرف. نعم. هلا غير الفرج من الجيوب المخفي، هذا الفرج حتى على جوزها، حتى على بعلها ما بيصير. انا هون كثير وقفت بعرف فيها. طيب كيف ولاد ولضربن يخونين على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا للو يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب ما ذكر بعلها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. طيب بعولتهن اذا جوزها بيشوف عارية، قال له مزبوط، أنا عم بحكي على بعلة ما عم بحكي على جوزة. بعلة هو الإنسان المؤكل والمشارب والمجالس ما عدا الناكح، ناكح صار جوزة، هو الزوج في غير موقع المجامعة أو الجماع. يعني واحدة قاعدة مع زوجها وقاعدة أولادها وأخوها قاعد وأبوها، كل المحارب تقلع عارية، أمرت بالستر. وصلت الفكرة. هلا إذا كان أنا أخذتها من لفظة بعولتهن، لو أراد أزواجهن كان بصير في أجواء فقط. الزوجية لقال أزواجهن. لا، إذا قال أزواجهن معناتها بصير تناقض، إنه أنت عم تقلي تخفي فرجة ومن جوزها لا ما بتخفي. نعود إلى الخمر والجيوب. شايف يعني؟ نعم. جوزها ما بتخفي، ما بصير يعني، بصير إنه كيف وأنت ذكرت جوزها المفروض إيه تشيل جوزها. نعم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هلا هي الجيوب المخفية، هل هي أخفيت بالخلق؟ هدول اللي بيضرب الجيوب عليهم. شوف كتير شغله مهمه،
كل امرأة في العالم، كل نساء العالم في شيء اسمه خصوصيات المرأة. هذا الحد الأدنى من حتى للرجال. عم نحكي على خصوصيات الحد الأدنى من هذا الحد الأدنى، مو هيك تطلع بالطريق. والذكر الحد الأدنى يتكلم عن خصوصيات المرأة بالضبط. أي امرأة، عندما بدأت في حلقة سابقة بتعريف العورة قلت كل ما يخجل منه الإنسان تماما، وضربت مثلا لذلك حتى صلعة الرأس أحيانا عند البعض. نعم، هون العورة من الخجل هي شغلة تانية، أما هون عم يأمرها. هذا الحد الأدنى من اللباس، يعني حد الأدنى اللي بتسميه المرأة خصوصياتها. ولهذا السبب لاحظ محارم النكاح بيطلعوا 14 حد 7 بس منه، يعني حتى ظهورها على محارم النكاح عدد أقل. ويحفظنا فروجهن ويحفظوا فروجهن إلا للزوج. إيه طبعا، إلا لما ذكر في الآية للزوج. لا، الفرج لا يحفظ للزوج، يحفظ للبعل. وتحيي كثير وأشغال الفرج. لاحظ، لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. قطعنا فكرة هامة دكتور. فكرة واللي يضربنا بخمرهن على جيوبهن. آسف، برأيك الخمار، تاريخ العرب، يعني أنا بعد ما أشرح لك بدي أقول لك اللباس اللي عند العرب منين إجا، يعني مفهوم اللباس اللي بيحدد الطقس والعرف والتقاليد، المناخ والبيئة والعرف والتقاليد ومستوى الإنتاج. إنتاج الألبسة شو كان ينتجوا؟ لم يكن هناك مستوى إنتاج، كان هناك بساطة، حياكة الأثواب يعني كانت بشكل واحد. هي سوى. وبالتالي ما كان في شيء اسمه لباس داخلي كمان، هي كتير من ننتبه لها. لحد الآن في البادية ما في لباس داخلي. يعني أنت تقوم بدراسة حفرية الآن طبعا لتضيء آية يعني أو لتفهمها كما تريد. يعني هلأ أروح أنا ما بدي شيء، روح على البادية. هلأ أروح على البادية، بالبادية ما في تواليتات بتطلعوا على العراء، وبالتالي المرأة بتلبس. سنأتي إلى ما شرح عن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، سنأتي إليها. الخمر والجيوب، كيف أصبح مفهوم الخمار؟ الخمار كل ما يغطي فهو خمار عند العرب. اصطلحوا انه خمار الرأس، اصطلحوا على هذا، ولكن عند غير العرب ما في داعي يصطلحوا انه هذا يكون خمار الرأس. الخمار هو اي غطاء، ومنه الخمر، يعني ومنه يقال انه يخامر عند العرب. يعني انا افهم اذا كان هذا الكتاب جاء لشبه جيزة العرب في القرن السابع، اللباس الان اللي هو لباس الموجود حاليا، اللباس موجود حاليا ما عدا النقاب، ما عدا غطاء، ما عدا النقاب على راسي، هذا الصح. ولكن عالمية الإسلام موضوع، عالمية الإسلام لا تأخذونا، مو هيك. عالمية الإسلام عطاك الحد الأدنى، قال لك ما فوق الحد الأدنى أنتوا بتتركوها لكم. تركتها للأعراف كما فهمت، يعني نعم تتركها للمجتمع. نعم، والأعراف وليس للشرع والشريعة والأحكام. هلأ يا أيها النبي قل لأزواجك. لا، على هديك رأي غريب جدا. نعم، إلا لبعولتهن. نعم، أو آبائهن، يعني هل ذكرهم بيشوفوا كل شيء ما عدا فرجة. نعم، هذا بالطريق. اثنين، عم يحكي على خصوصيات المرأة ولا على شغلة عامة؟ عم يحكي على خصوصياتها تماما، لأنه حد أدنى عم يعطي. نعم، إنه هذا الحد الأدنى إذا شافك بعلك، أبوك، أبو جوزك، ابنك، ابن جوزك، أخوك، ابن أختك، وهؤلاء عرضا يعني قد يلمح بحكم المساكنة غالبا. نعم، 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 بيشوفوه أكثر شيء عرضا، يعني وليس الدعوة إلى أن تبدي كل شيء لكل من ذكر. هذول أقرب الناس إلى إنه يتكلم عن خصوصيات المرأة لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن. هون احتاروا فيها، أو نسائهن احتاروا. أخي النساء إنهم ذكور، عم نتكلم عن ذكور، نساء النساء. نعم، سبق أن أشرنا إليها بشكل سريع. كل مجتهد نسائهن أهل الكتاب، جارتها مسيحية بوذية إلى آخره، كله هذا هون ذكر. أو نسائهن بعد هدول المذكورين، هو ذكر ابنها
بس ما ذكر ابن ابنها. يجب أن نقف عند نسائهن دكتور. سوف نستأنف حوارنا بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى حوارنا، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين نرحب بكم مجددا ونتابع حوارنا مع الدكتور محمد شحرور. كنا قد توقفنا عند معنى كلمة أو نسائهن، نساء النساء. نسائهن هذه شرحها كل بشكل غير كافي، أقول كل من تصدى لشرح هذه اللفظة القرآنية كيف يكون هنالك نساء النساء. لدينا نون نسوة ولدينا نسائهن، أو هنا هنا ظنوا أو نسائهن أنه هي نساء، هي نسيء من السبعة اللي ذكرهم. هو ذكر الابن بس ما ذكر ابن الابن، ذكر ابن الأخت ما ذكر ابن ابن الأخت، ذكر ابن الأخ ما ذكر ابن ابن الأخ. ما زاد عن هؤلاء، ما تأخر عن هؤلاء، ما تأخر يعني النسيء. نعم. وما يليه، وما يليه من ذكور. نعم من ذكور ما يلي. ولاحظ أو نسائهن حتى بعد هدول، بعد السبعة اللي أو بني أخواتينا أو بني إخوانينا أو نسائهن. وفي آية أخرى أيضا في آية المحارم، المحارم للنساء الرسول العظيم. إذن بعد أن يستوفي تخصيص كل قريب من أقارب هذه المرأة أو نسائهن، يضع أو ابنه نسائهن يعني أو ابن ابنه، يعني ما يلي ذلك. لاحظ وين حط أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الأولي الربة من الرجال. هلأ لو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الأولي الربة من الرجال حط أو نسائهن، معناتها بيصير إذا غير التابعين مثل الطبيب بيصير ابن الطبيب كمان. هكذا تفهم تابعين غير أولي الربة من الرجال. الآن هلأ بعد أو نسائهن ما تلا ذلك، يعني قد ما تأخر نفس الشيء بكلمة واحدة. كما نقول نحن الأصول الفروع، هو الفروع الفروع. وبعدين كمان آل آبائهن، يعني كمان الأب والجد والجد كلهم مهما بحصر. واضح تماما الآن. أو ما ملكت أيمانهن، نحن قلنا أنه في نوعين من الأنكحة، نوع من الزواج وملك اليمين. هي قد نتركها لحلقة سابقة، لحلقة لاحقة، لا نريد أن ندخل الآن في ملك اليمين. يعني نعم. بس ذكور هذول ذكور مو إناث يعني. ملكت أيمانهم. نعم أي ملكت أيمان. أو التابعين غير الإربة من الرجال. يا سيدي فاضل، إذا كان واحد في وضع ماله مقرب بالمرأة، يعني طبيب عن يولدها، ذكر عن يولدها، شو له مقرب فيها؟ طب مجموعة الذكور. أنا أستمع وأتحفظ على 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 رأيي يعني مؤقتا. شو نعم. مقربه فيها يعني، شو له إربة فيها؟ طيب يعني لو قالت أصحاب الإربة، لو قالت الآية وغيري أولي الإربة أو ذوي الإربة من الرجال، أولي الإربة التابعين، ما تبع هؤلاء ما بدي كمل. لكن غيري أولي الإربة لا يتبعون هؤلاء دكتور. لا أو التابعين كلهم ذكور، لأنه غير يقول برتا في رجال ونساء، بس أمين عم يحكي عن رجال تماما. يعني إذا الرجل عم يولدها أو امرأة عم يولدها، إذا امرأة عم تولدها ما في مشكلة، بس قال لك غولي أولي الإربة من الرجال. إذا طبيب عم يولدها ما هو الإربة له؟ أصبح هذا في الحكم الشرعي بحسب منظورك كالبعل والأب وال بدون شك. إذا عم يولدها شو والابن شو شو شو, شو, شو إذا يعني عم يقول لك طيب هذا مثل واحد يعني من هل عم يساوي عمليات جراحية، الطبيب عم يحكي عليه إنه حتى ليس له مقرب في هذه الأمر، ليس له مقرب في هذه المرة، عم يساوي العملية جراحية وفريق عمل كله رجال عم يساوي العملية، شو مقربهم فيها؟ يعني هون عم رب العالمين إنه روحي يا امرأة لعند الطبيب، إذا طبيب روحي لعند الطبيب اللي أنت بترتاحي له نفسيا، إنه هذا أنت بتثق فيه رجال أوكي. إذا لم تجد طبيبة. نعم. أنا لا أقول ذلك، أنا أقول تروحي على الإنسان اللي أنت بتثقي فيه وترتاحي له، أنا أقول ذلك. نعم تفضل كمان. أنه الرجل الذي ليس له مقرب، وهناك حالات كثيرة الرجل ليس له مقرب في المرأة، ربما كاتب العدل، ربما المحامي، ربما لا
لأنه هون عم يحكي على الزينة المخفية. نتمنى أن تعطينا مثل آخر. الطبيب، الطبيب والمولد واللي عم بفحصها، يعني كل هالأمور، فحص الأشعة، كل جسم الإنسان لا يشرف عليه سوى عالم الطب، يعني ما عالم الطب. نعم. أي مهنة الزمن بيحدد، أي مهنة الذي يمارسها ليس له أي معرفة. نعم، سنقبل رأيك جدلا. نعم. أو الطفل الذي لا يمضور على عورات النساء، إذا امرأة آلعة ودخل أحد فجأة، قامت فجت لبست بسرعة، وفي طفل قاعد ما عارف ليش، هدول معناته ما عارف هي من إيش تحت، غير مدرك، غير مدرك. لا غير مدرك. أي طفل غير مدرك حكمه حكم البقية، يعني لا تعير أي، هذه واضحة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هو ضرب الأرجو يعني قالوا يا صبية رنة الخلاخيل، يا صبية رنة خلخالك وغنية وإلى آخره، أنه إذا رنت خلخالة بتهيج الرجل، يعني هذا كلام لا أخي لا تأخذ مردود تماما. في يضربون بأرجلهن، يعني نريد نحن وآخرين يضربون في أرض، نحن نستقرئ كتاب الله، يعني يضربن بأرجلهن. نعم، أن الضرب فعل محمول، ما وشرحنا واضربوهن، واضربوهن خذ موقف. والضرب أمثال، في ضرب وآخر يضربون في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله، هذه كلها عبارة عن السفر وعبارة عن العمل. قرينة هذه اللفظة الأرجل، نعم. يعني كيف يمكن أن نفهمها؟ يضربنا بأرجلهن إيش؟ ليعلم، ليعلم ما يخفين من زينتهن. أنت عم تشتغلي شغلة، شغلتك هي ليعلم ما يخفينا من زينتهن. نعم، هناك غاية تماما، انه يعني تجاوز هذا المحرم، يعني هذا هذه المهنة ما بصير تساوية، انه مهنة، انه انت تمتهني مهنة تكشفي جيوبك المخفية للناس، مهنتك صارت ليعلم ما يخفينا، مو اي ضرب، اصبحت غاية عندها طبعا. لا، او مهنة. نعم، غاية او مهنة. يعني نعم، هذه المهنة، مهنة كشف الجيوب المخفية، هذه من لا يجوز المرأة أن تمتهن هذه المهنة. وفي المناسبة بالعالم في هيك مهنة موجود. نعم، مهنة التعري والعياذ بالله، يعني موجود. وهنا إذا وهنا كان هذا الرأي يعني صوابا، ولا يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعم بحكي عن الزينة المخفية، مو ليعلم وشها، يعني يعلم، يعني يشوفوا وشها، يعني نعم، أخذتها من ما يخفين، من ما يخفين زينة مخفية. هل أهل أمر إنه أهل أمر ولا يضربن بخمرهن، لأمر إنه تتغطى، لعما فينا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انه بنهايه الامر الا وحده ما حدا يشوف صدره، ما حدا يشوف يشوف اي شيء بحياتها، هي التوبه، انتهت القصه. على هامش هذه الفكره دكتور، سؤال يراود ربما ملايين الناس، هل ما تتزين به المراه، ما تتحلى به المراه من حلي وجواهر واصبغه واشياء اخرى واضافات، هل يعتبرها الدكتور محمد شحرور من هذه الزينة المحرمة اطلاقا؟ ما لا اي علاقة، عميك على الجيوب الظاهر والخفي، عميك على جسم المرأة، لانه انواع الحليب تتغير وانواع المكياج تتغير، كله بيتغير. الزينة الاضافية لا علاقة لها حسب مفهومك اطلاقا، حسب مفهومك اطلاقا، لا علاقة بالتقاليد والاعراف فقط، في اعراف ما بتأيد هالشيء. هلا بقول لك حرية، شو بيقيد حرية الانسان؟ كيف يمكن ان تصلي امرأة تطلي اظافرها يعني هناك احكام شرعيه دكتور اعتادت عليها الامه. معلش، هي الاحكام الشرعيه اللي اعتادت عليها مين حافظها؟ يعني انه الوضوء في مناكير ولا ما، طبع رجال ثقات علماء استنبطوا وفكروا وتدبروا وتاملوا. طيب القرن الثاني والثالث والرابع الهجري، يعني ارحام الامهات أصاب العقم، يعني ما أحد يقول ذلك. طيب، ولكن لم تأتي من فراغ دكتور، يعني هذه الأحكام أتت من ثقات، يعني يا سيدي الفاطر أبلوا أعمارهم في البحث في كتاب الله وأحكام الشريعة، اعتمدوا على القياس، اعتمدوا ماذا يوجد في شبه زرجة العرب في القرن السابع، وقاسوا كل شيء، لأنهم بحاجة إلى نسخة حتى يقيسوا عليها. ما هي كل العملية اللي كانوا سووا فيها النشاط الأساسي للفكر الإنساني والعقل الإنساني هو القياس بالنسبة لهم، ما عندهم أي مجال آخر. طيب إذا سمحت لي نعود إلى موضوعنا.
بيجي لحكم هاي الحد الأدنى، عملك على خصوصيات المرأة. نعم. مو معناتها هيك تطلع بالطريق. بس هذا الحد الأدنى تبعها. هلا إذا كان الحد الأدنى نزلت عنه خالفت الآية. وهل بتحط نقاب خالفت الآية؟ أليس ذلك من حريتها؟ هلا بتشوفوا شو بيتمنى شو بيقيد الحرية. أليس ذلك من حقها؟ صح. في البلاد التي تسمح بأنه تخرج امرأة عارية في السوق في الشارع العام، يجب أن تسمح للامرأة أن تتنقب، لأنه هي طلعت عن الحد الأعلى وهي نزلت عن الحد الأدنى. بس البلاد اللي ما تسمح بالشارع أنه امرأة تطلع عارية، وإذا ما سمحت للمرأة تتنقب تتعلق. معظم البلاد لا تسمح، لكن هذا الربط غريب. ليش كلاهما تجاوز؟ كلاهما تجاوز. واحد تجاوز حد الأعلى، واحد تجاوز حد الأدنى. شتان بين الحالتين. لا دكتور. لا شتان. تجاوز حدود. يعني هذه الحدود هي مفهوم الدكتور محمد شحرور. اللي عندما تطبق الآن على زي المرأة وحجاب المرأة. أنا أنت تطبق على وجيز العرب ولا تطبق على أهل الأرض؟ أنا عم بحكي على أهل الأرض. عم بحكي على 3 مليار اهل الارض لو اجتمعوا على باطل، هل هم مصدر تشريع لنا؟ لا، على فطرتهم انه عم اهل الارض كلهم بيلبسوا. الان المسلمون ربع العالم دكتور، ثلاثة ارباع العالم لا يتقيدون باحكام الاسلام ولا بشريعة الاسلام. هي مو فطرة بالنسبة للبس، مو فطرة. يعني فطرة انه لك شو مهما كثر اهل الباطل لا يجعل من الباطل حقا. مين قال لك انه هنن اهل الباطل وقت عم يعطيك الحد الادنى؟ انه اعطاك الحد الادنى هل هو خصوصيات المرأة، مو خصوصيات المرأة العربية، خصوصيات اي امرأة. صرنا في الحد الاعلى، يعني انا مداخلتي كانت للحد الاعلى. الحد الاعلى وقت قال الرسول العظم كل المرأة عورة ما عدا وجهها، صلى الله عليه وسلم، كان كما قال تعالى خذي العفو وامر بالعرف وعرض عن الجنة. انا افترض انه قالها وصلت. نعم. عم يخاطب امرأة معاصرة له، عم يخاطب امرأة تعيش في جزيرة العرب في ذات الوقت، وعطاها الحد الأعلى أنه أكثر شيء بتقدري تلبسيه لحد هون. خذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر بالعرف. العرف اعتبرته مصدر من مصادر، هو أميل لأمر بالعرف. التحديد هلا والتشريع. السؤال الأساسي، السيدة خديجة من خويلد قبل ما يوعس الرسول أعظم عليه الصلاة والسلام، شو كانت الصلاة والسلام من لبس أهل قومها وزيها؟ اللبس الفضفاض. هلا بنحكي عن اللبس قبل ما خليني خلص قواعدنا النساء. في آية بقى استثناء، حتى استثناء من الحد الأدنى. سوف يطول بنا الأمر إذن طالما والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. أرجو أن نتوقف عند هذه النقطة دكتور، مع الاعتذار منك لأن وقت الحلقة انتهى، وسنتابع إن شاء الله في حلقة أخرى. أعزائي المشاهدين، بقي أن نودعكم على أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله، إلى اللقاء في حلقة قادمة وبالموضوع نفسه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.